السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هشرح إزاي عملت البرزنتيشن ده باستخدام الكيشوت والبريمير. يلا نشوف إزاي. أول حاجة في الراينو هخلي كل خامة في طبقة منفصلة، فأنا هخلي البتر والمكعب ده بلون واحد والستون بلون واحد أهي، وهعمل سيف بس كده. هفتح الكيشوت ومن فايل امبورت وندخل الخاتم. زي ما انتوا شايفين هنا الخاتم مكانه في نص الأرضية بالظبط، فانا هرفعه شوية عن طريق ان انا اضغط هنا كليك يمين واختار موف وهشد لغاية كده وندوس اوكي. تعالوا بقى نحط الماتيريال. هستخدم ميتال لاتينيوم، انا هنا عايزه احط روز جولد بس انا ما عنديش، فهاجي هنا في تحت حاجه اسمها كلاود لايبراري، وفي السيرش هنا هكتب روز جولد. في ماتيريال كتير زي ما انتم شايفين، ندور على روز جولد اهو. نيجي بقى نحط الأحجار. هختار سفير ستون بس زي ما انتم شايفين الحجر شكله مش حلو، فأنا هغير شوية في الماتيريال. هاجي من هنا هدوس دبل كليك على الماتيريال هنا، وهنا أقدر أغير في الحاجات دي كلها. هخلي ترانسبيرنسي 2.5 والريفلكتيف 2.5 برضو، والاب نمبر هخليها زي ما هي مش هغير فيها، وهعمل تشيك على اجنور انترسكتنج، وهغير اللون. هختار اللون ده فيروزي وادوس اوكي. شايفين كده بقت افضل كتير. علشان احتفظ بالماتيريال دي هغير بس اسمها عشان ما غيرش حاجه في ماتيريال سفير. هدوس كليك يمين واختار رينيم واغير الاسم هنا، نكتب فيروز مثلا. بعدين هدوس كليك يمين تاني واختار سيف تو لايبراري، نختار المكان جيم ستون بس كده. ادي الستون الجديده اللي انا سايبتها عندي. بعدين هختار الانفايرومنت، هختار من استوديو 3 بانل، هغير الباك جراوند هخليها كولر. من هنا بنختار الظل، هخلي اللون اسود. لو اخترت جراوند ريفليكشنز هيظهر انعكاس الخاتم على الارض، انا مش محتاجاه علشان الفيديو ما يبقاش فيه حاجه مزوله. بعدين نختار الكاميرا اللي هنتحرك بيها، هختار الفرونت، هقربه بس شويه، بس مهم قوي ان انا اضغط سيف. بعد كده هنيجي بقى نروح للانيميشن، هختار انيميشن ويزرد، بعدين هختار اوربت للكاميرا تلف حوالين الخاتم 360 درجة 5 ثواني. تمام نشغل. هو دلوقتي بيلف حوالين نفسه، انا عاوزاه يلف تاني بس مايل شوية عشان اقدر اشوف شكل الخاتم من فوق. هاجي برضو من انيميشن ويزرد وهختار انسلينيشن، ونفس الكاميرا برضو، اهم حاجة اي حركة تعملها تبقى في نفس الكاميرا. هقلل المدة شوية خليها 3 ثواني وندوس اوكي. بالمنظر ده هزود بس زاوية الميل لـ60 كده افضل. تمام انا هكتفي بالحركة دي وهكررها على بريمير عشان اقلل وقت الريندر. لو انت حابب ان انت تكتر الحركات اكتر بنفس الطريقة زي ما تحب. هضغط بعد كده على ريندر ونروح عند انيميشن،
زي ما انت شايفين هيعمل ريندر ل 151 فريم. انا عايزة اقللهم شوية، ممكن من هنا نقلل ال FPS 15 مثلا، دلوقتي بقى 76 فريم بس. بحدد المقاس ومكان الحفظ، ومن هنا هخلي الصورة PNG من غير خلفية، وبس في الاوبشن هنا هخليها ريل تايم، والسيمبل هخليها 10 علشان يبقى الرندر اسرع، وبعدين ندوس رندر بس كده. بعد ما الرندر خلص لو انا عايزه احتفظ بالفايل ممكن ارجع له تاني، فهعمل سيف از للفايل، هفتح البريمير، من هنا هضغط دبل كليك، دي كل الصور والفيديو اللي ترندر اهو، اختار الفيديو شده للتايم لاين، ممكن ابطئه شوية باستخدام كليب سبيد ديوريشن، خليها 80، وياخد منه كوبي استخدام الت واسحب. انا عاوزاه يلف تاني بس العكس، لو شغلت دلوقتي هو الفيديو بيتعاد، فاختار كليب سبيد ديوريشن برضو، ونعمل تشيك على ريفرس سبيد. كده بقى الحركة ماشية مع الفيديو الاولاني. طيب انا عايزة البداية تظهر بالتدريج، ما يظهرش الخاتم بيتحرك على طول اول المشهد. لو دست كليك يمين هنا واختار apply default transitions، بس الحركة مش ظاهرة قوي، فانا هعمل ايه، هدخل صورة اول حركة اسحبها هنا، وهقلل مدتها شوية باستخدام رازر تولز، واختار تاني apply default transitions. دلوقتي بقت احسن. ممكن ما بين الفيديوهين احط انتقال لامع، انا استخدمت سافاير transitions، بس في بريمير في حاجات حلوة برضو زي مثلا light rays بالمنظر ده بس كده. ممكن تضيف موسيقى او حركة، انا هكتفي بده دلوقتي. سلكت ليهم كلهم، ومن فايل هختار اكسبورت ميديا، وهختار يوتيوب او اختار اي صيغة تحبها، وبعدين اكسبورت. وبكده نكون خلصت. فضلا وليس امرا، اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، وقول لنا رايك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.